السلام عليكم. دخل عليا شاب يشحن، كان راكب موتوسيكل ومشغل مهرجانات بالصوت الاوفر اللي احنا بنشوفه ده في الشوارع منتشر. المهم وقف شحن، فبعد ما شحن فقلت له ممكن دقيقة بالظبط من وقتك؟ قال لي اتفضل. فانتبه، قلت له انت اسمك ايه؟ قال لي احمد. قلت له يعني مسلم؟ قال لي اه الحمد لله. قلت له انت ذكي ولا غبي؟ قال لي لا ذكي. قلت له عارف ان المهرجانات دي بالوضع ده حرام ولا حلال؟ قال لي حرام. قلت له انا مش هقول لك بطل ولا لا، انا هخاطب فيك مخك اللي انت قلت انه ذكي. هل من الذكاء ان انا لما اعمل ذنب، يعني انا عملت ذنب يتكتب عند ربنا ذنب واحد، ولا يتكتب 10,000 ولا 50,000 ذنب؟ قال لي لا ذنب واحد. قلت له تمام، انت كده باللي انت عامله ده كل اللي بيسمع انت بتشيل ذنبه، وزود على كده كل اللي هيقلدك ان في شباب هيقلدك، يبقى انت كده كل اللي هيقلدك كمان هتشيل ذنبه. فانت اعمل ايه؟ مش قادر مثلا دلوقتي تسيطر على نفسك وتبطل الاغاني ومهرجانات اللي انت عارف ان هي حرام، يبقى على الاقل قلل الاضرار بتاعتها، شيل ذنبك انت بس. اسمع مثلا في البيت او حابب تسمع وانت ماشي، هات هاند فري وحطه في ودنك، يبقى انت كده انسان ايه؟ بتتعامل مع الغلط اللي انت بتعمله بس بذكاء، بتقلل الاضرار. ودي انا بنصحك عشان انت ايه؟ اخ اصغر. ربنا يبارك فيه، طلع راح قال لي انا همسحها خالص، وراح جه مسحها ومشي. طيب هنا انا عايز اوصل رساله، ايه هي؟ لما يكون في شاب زي كده او اي غلط بيتعمل، بلاش تخش مع الشاب ده او الشخص في صدام اللي هو قصه حرام والتعنيف والكلام ده، لا حاول اقنعه وفهمه. هو لو فهم واقتنع هيبعد وهيقلل الاضرار، هينفذ اللي انت عايزه. لكن قصة اسلوب الغابي ده الغشيم ده، لا هينفر منك وممكن يعندك، يزود ويعندك. تالت حاجة عايز انبه عليها، يا رب ننشر وعي. ننشر وعي بمعنى ايه؟ في غلط قدام منك، حاول ايه بطريقة سلسة كده انصح اللي قدام منك. لقيته مثلا مش بيستجيب، حاول جيبها له بطريقة غير مباشرة، مش لازم ايه بطريقة مباشرة. لو الشخص اللي قدام منك مش هيستحمل نصيحة، يا رب ننتم بالموضوع ده، عشان خاطر احنا لما سيبنا القصة دي ما بقيناش ننبه ونفهم اللي بيعمل غلط. الغلط انتشر، اللي هو ايه؟ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لما بعدنا عنه المجتمع باظ، المجتمع اتدمر والشوارع باظت والاخلاق الله المستعان. فيا رب ننصح بعض ونوعي بعض، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.